ما جالك السيناريو؟ والله انا مجالي السيناريو، اما استاذ جابي يكلمني دي حاجه عظيمه. يعني انا استاذ جابي خوري يكلمني على فيلم بطولتي، فدي كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، وشركه كبيره قوي بالنسبه لي. واستاذ خالد الحجر من اهم المخرجين، وانا اتبسطت جدا اشتغلت معاه، وكانت ثقه كبيره ورعب برضه في نفس الوقت، لانها مسؤوليه وانا لسه صغيره، مش ما بقاليش كتير يعني في ممثلة، فما اعرفش ده دلوقتي ينفع ولا لا وكده. وكنت خايفة جدا جدا، وحتى قلت للاستاذ جابي يعني انا خايفة، وخايفة من الفيلم لانه صعب قوي، وخايفة ان انا اعمل ده دلوقتي لانه حمل كبير عليا وكده. هو صمم وقال لي لا ما تخافيش واعملي كده. فكان بالنسبة لي حاجة مشجعة جدا، وحاجة تديني حافز، وحاجة عظيمة ان انا يعني اعمل فيلم انتاج الشركه العالميه. ويا رب يعني يا رب اكون قد ثقه استاذ جابي واستاذ خالد. والله انا ده اقل حاجه في حياتي تقريبا ما حضرتلهاش، لان انا خدت الفيلم في 48 ساعه كنت بصور، كان في ظروف في الفيلم موجوده. فبس انا كنت يوم بيوم بتكلم مع استاذ خالد الحجر طبعا في السكريبت، وقعدت بس يوم معاه وما وقفناش حتى من ساعتها ولا مره علشان اقعد حتى اعرف اشتغل مع نفسي. بس هو الفيلم ما ينفعش تقف فيه، او لانه هو كله حاله معينه جدا وفي مكان واحد، وده صعب قوي قوي، فدايما بيبقى الوقفات فيه مش كويسه ومش بيبقى في صالح الفيلم. فيعني انا صعبان على الحين، انه ده يعني طبعا من اهم الافلام اللي انا ان شاء الله هكون عاملها، ولانه بمثل فيه دور صعب جدا ودور كبير. فكنت حاسه ان انا محتاجه اذاكر جدا، بس يعني ان شاء الله يبقى حاجه كويسه. والله انا كل افلامي جريئه، يعني انا ما عملتش فيلم مش جريء، وببسط لما حد بيقول لي انت ممثله جريئه، ده حاجه بتبسطني ما بتضايقنيش ابدا. وانه انا مش مفروض طبعا افلام الانترتينمنت البسيطه الجميله دي حاجه حلوه جدا، بس دي برضو جريئه وصعبه جدا، لان انك انت تحاول توصل بني ادم معين في حاله معينه، سواء كانت غضب او خوف او رعب او ضحك، ده صعب ودي جراءه.